ازيكم عاملين ايه؟ بيقول لي انا مش شغلتي اصالح، انا شغلتي اشعل حرايق فقط. قلت له لا، انت ممكن تصالح، ممكن تراضي، ممكن تحل كل شيء وانت قاعد في مكتبك. ده مضمون حوار دار بيني وبين زميل، فكان في مشكله معروضه، فالراجل بيقول لي مسجون. فكان رد وتعليق عليه ان انت كان ممكن الموضوع يخلص وتحله من غير ما يروح المحكمه. فقال لي انا مش شغلتي اصالح. قلت له لا، انت شغلتك تصالح وتراضي وممكن تحل الموضوع وانت قاعد. هل المحامي ممكن يصالح؟ هل المحامي ممكن يكون جزء من الحل ما يكونش جزء من المشكله؟ لبعض الناس يقول لك الموضوع كان محلول والناس كانت موافقة ومترضية، بس المحامي اللي عقدها. لا، في محامين بتحل بشكل ودي بدون ما تلجأ للمحاكم. انت حضرتك ممكن تحل وتاخد أدعابك بدون، سواء حليت ودا او قضاء، يعني بأي طريقة انت بتاخد أدعابك. فما بالك لو حليت بشكل ودي، وفرت على الناس تعب المحاكم، وفرت على الناس الشقاق والمنازعات واللدد اللي بيحصل في الخصومة. وأنا عن نفسي بشجع أي حل ودي، وياريت اللي يقدر يحل مشكلته بدون ما يروح محاكم يكون أفضل. كسبان المحكمة خسران، فما بالك الخسران. السلام عليكم.